أنت سيد الشباب يا أبي. أي شباب هذا يا بني؟ ستعود إليك عافيتك يا أبي، ونذهب معا كالسابق إلى البحر والصيد، وتعود حياتنا إلى هنائها. إن شاء الله يا بني، إن شاء الله. لا أعرف كيف أشكرك يا أنس أمل، ولا كيف أشكر أخاك الأستاذ عامر الذي قدم لي من الخدمات ما أعجز عن سدادها. قل شكرا وكفى. أعتذر لك عما حصل مني بعد ظهر اليوم. أستطيع أن أقول بأنك رجل مشهور، لابد أنك رجل مثقف وذكي. استطعت أن أفهم هذا من خلال كلامك اليوم. أعترف بأنك أثرت في جدا. أنا أعيش في هذه المدينة الصغيرة المملة.